مناقشة ملف الزراعة مهم جدا، وإحنا بنتكلم على الزراعة ومواردنا عندنا تحديات كتيرة. أولها الزيادة السكانية، الأراضي الزراعية محدودة ومساحتها ثابتة، بنتكلم على حصتنا من المياه أيضا هي حصة ثابتة. نسبة الملوحة وارتفاعها في المياه مشكلة من المشاكل اللي بتهاجم الأراضي الزراعية وبتعيق عملية الإنتاج. ابتدينا نبحث الملف ده من منظور علمي ونشوف إيه هي التجارب الحقيقية والنماذج النجاح على أرض الواقع. ابتدينا نتكلم معكم في برنامج اسأل مجرب، كان الهدف من أول لحظة إن احنا ننزل نشاهد على أرض الواقع نجاحات استخدام معالج المياه المغناطيسي، مدى تأثيره على هذه المشكلة، نجح فعلا إن هو يتغلب على ارتفاع الملوحة ويزيد من نمو النبات، قدرنا نقلل في تكاليف الإنتاج ولا لا، لأن دي نقطة مهمة جدا. النهاردة أنا مصاريف الإضافات ومضادات الملوحة بتبقى عبء كبير جدا على المزارع. بعد استخدام معالج المياه المغناطيسي بطلنا نستخدم هذه الإضافات وبالتالي قللنا مصاريف التكلفة. في نفس الوقت أنا عندي معدل نمو أسرع وعندي إنتاجية أكتر فزادت الربحية. معاكم النهاردة من داخل محافظة إسماعيلية هنتابع بعض النماذج الناجحة. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج اسأل مجرب. الزراعة المحمية بقت مهمة جدا وبقت ضرورة، والنهاردة الدولة عندها مشروع قومي للزراعات المحمية، 100,000 فدان صوب زراعية بأمر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المزارع المصري برضو بيجتهد وبينشئ صوب وبينجح فيها. النهاردة أنا موجود في صوبة لزراعة الفلفل، بس الوضع عندي هنا مختلف لأن أنا عندي نسبة ملوحة برضو مرتفعة، الأرض رملية، إحنا زرعين هنا فلفل. الفلفل ده على عمر كام؟ ده عمر شهرين. على عمر شهرين. والملوحة كام هنا عندي؟ 1300. الصوبة دي بقى لها كام سنة؟ جيت بقى لها 3 سنين. 3 سنين. انت بتستخدم الجهاز فيها بقى لك قد ايه؟ من اول يوم انشأتها؟ يعني انت التجربة معاك بقى لها فترة طويلة. بقى لها فترة. من 2016 يعني. من 2016 وانت بتشتغل بالماء الممغنط؟ بالماء الممغنط يعني. 16 و17 و18 بقى لك 3 سنين. الفلفل وانتاجية الصوبة دي بتديك قد ايه؟ ديت حاليا لغايه دلوقتي بتديني في الجامعه حوالي 500، نص طن. ده يعتبر فدان نص طن. نص طن في الجامعه الواحده. ودي في الجامعه الواحده مش في الموسم. في الجامعه الواحده. انت بتجمع كل قد ايه هنا؟ كل اسبوع. كل اسبوع ما شاء الله نص طن كل اسبوع. رغم تقلبات الجو والصقيع مأثر. الصقيع مأثر بدرجه كبيره السنه دي على جميع الزراعات. هي مساحتها قد ايه ديت فدان؟ يعني احنا عندنا فدان الفلفل ده فدان. الفلفل ده فدان داخل الصوبه بيديني نص طن كل اسبوع، وبالرغم من ان الصقيع مأثر، لكن استخدام معالج المياه المغناطيسي فرق معك؟ طبعا. فرق في ايه؟ ما انا عايز برضو المزارع اللي بيشوفنا النهارده. فرق في عقد الازهار، في كميه الانتاجيه. قبل المياه المغناطيسي كانت كميه التنفيذ في الازهار كتير. المياه انا جايبين عينه من البير على طول علشان نوري حضراتكم تجربه عمليه سريعه واحنا بنقيس درجه الملوحه. هي دي المياه. اشرح لي كده يا باشمهندس. احنا بنجيب ميه بعد ساعه من تشغيل البير عشان يكون القراءه بتاعتها منضبطه، لا قبل كده ولا بعد كده، وبناء عليها بنقيس البي اتش اللي في بنقيس بيها حاجتين، الملوحه الكليه اللي هي بير بار بير مليون، كم جزء في مليون، وبنقيس البي اتش بتاعتها. وبناء عليه بننصح المزارع الفاضل ان هو يستخدم نباتات تتماشى مع الملوحة بعد الجهاز. احنا قلنا ان الجهاز بيقلل الملوحة بنسبة 50%. يعني هنا بيقلل تأثيرها ولا بيقلل الملوحة؟ لا بيقلل تأثيرها. يعني كان الرقم عندي هنا هيفضل ثابت. هنا الرقم. بس انا بقيس عشان ابقى عارف نوعية المياه اللي انا بتعامل معها. بالظبط. هنا عشان اعرف الحدود بتاعتي انا غيرت لك منين لفين. يعني هنا 1390 جزء في مليون. لما يستخدمها هتبقى بالنصف حوالي 700 جزء في مليون. انا عايز الكاميرا معايا هنا. ده الجهاز قاري معايا كام يا باشمهندس ياسر؟ 1390. ده الملوحه. البي اتش ايه؟ البي اتش، البي اتش هو الاس الهيدروجيني او رقم الحموضه. النباتات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها على وجه الكره الارضيه او اللي احنا بناكلها كمان بتجود في رقم بي اتش من 5.5 ل 6.5. الاراضي المصريه 8.2، 8.4. الجهاز بيقوم بعملية تعديل هذا الرقم. ليه؟ لأنه بيخلي المية في أفضل صورها، بتختلط بالكمبوست اللي موجود في التربة بشكل جيد جدا، بتنتج أحماض دبلية بشكل أكبر، عمق أكبر داخل التربة. إذن أنا غيرت لك قطاع التربة وغيرت لك رقم البي اتش بتاعها للأفضل. وهنا
بيلاحظ فروق زي ما باشمهندسنا الغالي قال ان التمثيل في الازهار قل. ليه؟ النبات خد الغذاء اللي هو عايزه، الورقه بتبعت الروشتة بتاعتها للجدر عايزة العناصر المختلفة، قدر النبات ان هو يمتصها من التربة، كافة العناصر بقت متاحة، المية بقت سهلة جدا وانتقالها داخل المجموع الجذري والنبات بقى في شكل سلس وسهل. انا وانا بتكلم مع حضرتك احنا في اسماعيلية منطقة ابو سوير، لكن انت من البحيرة فاشتغلت في الاراضي القديمة، الاراضي الطينية السمراء، هنا اراضي رملية. عايزك تعمل لي مقارنة في الانتاج، يعني انا النهاردة بالرغم من ان انا عندي الاراضي الطينيه افضل في انتاجيتها وما فيهاش نسبه ملوحه زي اللي موجوده في مياه الابار، انت هنا عندك نسبه ملوحه مرتفعه، عندك اراضي رمليه وبالرغم من كده عندك انتاج مرتفع، ده ترجعه لايه؟ ارجعه للاستخدامات الصح، ان انا مشيت وبحثت عن الجهاز واستخدمت الجهاز دوت، لان انا اتعاملت قبل ما اركب الجهاز، اثر معايا فعلا، اثرت في تنفيذ الازهار مش في الفلفل بس، في كذا زراعات خضار تانية. انت فلاح، لو جينا كده بالكاميرا نقيم الشجره دي، احنا دلوقتي ده في الوقت ده من السنه احنا في فتره السكون للمحاصيل المختلفه، وادي الثمار موجوده بسم الله ما شاء الله، يعني ده الفلفل بتاعنا، انا شايف ان حتى التقوي دي جايبه منين؟ من هنا، من اسماعيليه. من اسماعيليه، يعني حتى المنتجات بتاعت الصوبه اللي احنا كنا زمان بنتهمها ونقول ده اصل ده فلفل صوبه، اصل ده خيار صوبه، عاوز اقول لكم ان انا النهارده موجود في صوبه بتزرع بمياه معالجه، يعني جودة المياه جيدة، في نفس الوقت الإضافات بقدر أتحكم فيها، عارف مواعيد الرش، عارف مواعيد أو فترات الأمان الحيوي، في نفس الوقت أنا بتحكم في عدم دخول حشرات أو أمراض مختلفة تتنقل لي، فالنهاردة فعلا المنتجات دي يعني نقدر نقول عليها إن هي كانت متهمة ظلم إن هي منتجات صوبة، بالعكس دي فخر لينا إن إحنا عندنا منتجات بالجودة دي. أنت برامج الرش أو المكافحة بتشتغل عليها إزاي ومواعيدها إيه؟ حسب النبات، بالنسبه للخضار بيشتغل حسب ظهور الاصابه، يعني على النبات ده اترش امتى اخر مره؟ اترش من 3 ايام. رشته ايه؟ بنرشه عشان الاكاروس، عشان الاكاروس. وفتره الامان الحيوي للرش بتعرفها منين؟ للمبيد، مكتوبه على المبيد نسبه البي اتش بتاعته. المفروض بتستنى قد ايه بعد الرشه دي؟ يعني حسب اللي انت رشته ده مكتوب عليه قد ايه؟ لو مكتوب مثلا 3 ايام يبقى لازم استنى 6 ايام واجمع بعدها. استنى 6 كمان، بتستنى ضعف المده. يعني انت بتاكل من المنتج ده عادي ما تخافش منه؟ عادي. هتدوقه كده؟ يعني احنا اهو دي المنتجات بتاعتنا وده المزارع اللي زرعها، وهو ما كانش يعرف ان انا هطلب منه الطلب ده. ليه؟ انا بقول صحه المواطن المصري اهم حاجه، واداره مواردنا مهمه جدا، انا عندي نظره في المياه فعلا، لان احنا بنتكلم على ان حصتنا من المياه لا تكفي احتياجاتنا والزراعات والصناعه جميع الاحتياجات اليوميه، فالنهارده لما يجي عندي مياه فيها نسبه ملوحه 1390 يعني 1400 تقريبا، فانا النهارده بعيد استخدام مياه غير كفء للزراعه، غير مجديه في الانتاج، فده كله اداني منتج في الاخر بقول عليه غذاء امن للمواطن المصري، عشان انا استخدمت العلم، عندي ارض بكر وعندي مياه يمكن معالجتها بالعلم يبقى استفيد بيها في انتاج المحاصيل المختلفه. انا بشكرك وبالتوفيق. شكرا يا فندم. شكرا. واحنا في برنامج اسال مجرب الرحله ممتده، بنخش من مرحله لمرحله. يعني ايه؟ يعني احنا كنا بنتكلم الاول ان احنا عندنا مشكله في المياه بسبب ارتفاع نسبه الملوحه، وقلنا ان التربه لما يكون فيها نسبه ملوحه كمان الموضوع ده بيبقى اصعب على المحصول واصعب على المزارع. ابتدينا ننتقل لزراعه الصحراء ونشوف الاراضي الجديده واخبارها ايه. النهارده انا موجود في محافظه اسماعيليه، الارض هنا رمليه ونسبه الملوحه مرتفعه في التربه وفي الميه، لكن اللي ملفت للنظر ان احنا نبتدي ندور على حلول جديده. كان الاول الاضافات هي الطريق السهل، يلا بينا نشوف اي اضافات نضيفها على التربه هتجيب معانا نتيجه ولا لا، نجرب نصرف فلوس. النهارده انا جيت شفت تجربه جميله، الاشجار المانجا متحمل عليها فول، في رعايه، في متابعه. بشكرك الاول على المجهود اللي انت بتقوم بيه. اتعرف بيك مهندس ناجي حسن حسين. اهلا وسهلا بيك باشمهندس ناجي. واحنا موجودين هنا انت اول حاجه قابلتك ارتفاع نسبه الملوحه، عرفت ازاي؟ بالتحليل. لا قبل ما احلل التربه اكيد في مشاكل ظهرت عندك على الارض نفسها. ايه الاعراض اللي كانت موجوده على الزرع؟ كان واقف ما بيتحركش. واحنا استخدمنا الجهاز ده كمان، ما استخدمناش على المانجا بس، استخدمناها في ملوحه اعلى من كده 3000 جزء على الكنتالوب في الخضار، واحنا بقالنا حوالي 5 سنين شغالين بالجهاز. يعني
5 سنين هنا في المكان ده؟ في المكان ده وهنا في اسماعيلية عموما يعني. هنا 1500 نسبة الملوحة؟ 1500 دي كانت مسببة ايه في المحصول؟ المحصول كان بجرام واقف، الشهر كان واقف وما اتحركش ويحصل حروقة في الأوراق على طول. فبعد ما ركبنا الجهاز الوضع اختلف، الوضع اختلف خالص يعني. الملوحة ما بتضرش النبات، ما بتأثرش عليه جامد زي الأول. علشان تحل المشكلة دي قبل ما توصل للجهاز أكيد جربت كذا حاجة وكل واحد قال لك وصفة. جربنا جميع طردات الملوحة فما فيش نتيجة يعني. اقتنعت ازاي؟ أصلا علشان أجيب جهاز ويقولوا لي ده هيتعامل مع المياه وهيقلل لك الملوحة هيخلي المحصول يقدر يشتغل معاك صعب. أنا اقتنعت بعد التجربة. أنا اقتنعت بعد التجربة لأن أنا كنت جربت في الكنتلوب كان نسبة العقد كانت بتبقى قليلة قبل ما أركب الجهاز. والأوراق تلاقيها مصفرة على طول مهما تسمى. بعد ما ركبنا الجهاز الوضع اختلف خالص. دي أشجار المانجا، احنا دلوقتي في فترة السكون. هي دي الشتلات دي بقى قد ايه؟ ديت زراعة 4/2018. 4/4/2018. طيب انت شايف ان هي ماشية معاك كويس مكملة؟ خصوصا ان انا في فترة السكون دلوقتي، انت ايه الإضافات اللي عليها دي؟ ديت سلكات بوتاسيوم عشان الصقيع. عشان الصقيع. وانت محمل عليها فوق برضو ده حماية عشان نحميها من الصقيع والحماية. يعني احنا زرعين الفول هنا ده حماية علشان نعمل تدفئة للمحصول في الوقت ده. وبالنسبة للمبيدات والأسمدة المعدل هو هو ولا بعد باستخدام الجهاز قللت الإضافات؟ لا قللنا. مش قلقان؟ أصل أهم حاجة عند المزارع بيقولك أسمد. لا مفيش قلق، مفيش قلق. والري عامل ايه معاك دلوقتي؟ تنقيط النقطات شغالة فيها سدد فيها مشكلة؟ لا 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 الجهاز النقطات شغاله قدام حضرتك اهي. يعني النقطات احنا شايفينها اهو دلوقتي ما فيهاش اي مشكله. السدد اللي احنا كنا بنروح اي مكان نتكلم عنه لا عندي هنا اهي ما فيهاش اي مشاكل، شغاله معايا هي بالكاميرا. وبعدين اللي لافت للنظر ان انا بتكلم على ارض رمليه، احنا هنا في ارض رمليه فدي طبعا بيبقى فيها نسبه ملوحه مرتفعه. التحليل 1500. حللت مره ثانيه بعد ما استخدمت الجهاز؟ نفس الدرجه ولا قلت؟ هي نفس الدرجه بس يعني هو الجهاز بيخف تاثير الملوحه على الزرع، ما بتاثرش على الزرع. وهي دي نقطه فيها مصداقيه. ان انا لو عملت التحليل قبل تركيب الجهاز هو نفس التحليل بعد ما ركب الجهاز. هو ما بتاثرش على ما بتاثرش بس بيمنع تاثير الملوحه على الزرع، بيخليه يتحرك كان ما فيش اي حاجه. وايه تاني زرعت غير المانجا وغير الفول؟ احنا زرعنا كانتلوب وزرعنا زرعين عليه فلفل وبتنجان وشغال ما شاء الله. تقول ايه لاي مزارع النهارده بيشوفنا وبيتابعنا عن جهاز معالجه الملوحه؟ أه استخدم الجهاز دوت، والجهاز ده فعلا نتائجه عن تجربه يعني. انا برضو يعني عايز اكد احنا هنا فين بالظبط، وصف لي علشان اللي عايز يجي يشوف النتائج ويشاهدها. جمعيه السلام طريق اسماعيليه الصحراوي. احنا في جمعيه السلام على طريق مصر اسماعيليه الصحراوي، ودي دعوه مننا عايز تشوف التجربه على ارض الواقع، عايز تعرف حققت نجاحات ولا لا. الباشمهندس هيستضيفكم وهيرحب بكم. بشكرك يا فندم. مشاهدي برنامج اسال مجرب، احنا لسه موجودين معاكم في محافظه الاسماعيليه، احنا على طريق مصر اسماعيليه الكيلو 90 تقريبا. معايا الحاج سمير امام. الحاج سمير قال انا من الجيزه، بس ده طبيعه الفلاح المصري، يشوف فين مكان يقدر يشتغل فيه يقدر ينتج ويسافر. برحب بيك الاول يا حاج سمير. الله يرحب بيك يا بيه وقناه مصر الزراعيه. بقالك قد ايه هنا؟ والله انا بقالي سنه دلوقتي هنا. سنه؟ احكي لي بقى طبيعه الارض اول ما جيت هنا كان الوضع عامل ازاي؟ حضرتك انا اول ما جيت لقيت حضرتك الميه هنا عندي نسبه الملوحه 3000 وتعدي فوق 3500. فطبعا عايز مين اللي قال لك على النسبه دي؟ والله انا حضرتك طبعا لازم اخد عينه من الميه واحلل طبعا فين؟ عندنا في البحوث الزراعيه في في في, في الجامعه. وطبعا خدت فكره عن ان الميه لازم طبعا هزرع زراعات حقليه. أيوه. هزرع برسيم للاعلاف الخضراء وكده، وعندنا لمازن مزارع مواشي ومزارع جمال ومزارع خيل العربي. يعني صحوك بايه لما لقوا الملوحه عندك 3000 واكتر؟ قالوا لك تعمل ايه في المحاصيل؟ والله قالوا لي في يعني حاجات للملوحه وفي كده. وبعدين انا حضرتك استعلمت عن جهاز دلتا ووتر. يعني جهاز اكيد انت ابتديت تتحرك بدون اسماء يعني. انت قبل الجهاز ابتديت تجيب اضافات وجربتها حاجات وكده واجرب كده. فحضرتك انا قلت اجرب لمؤاخذه الجهاز بتاع دلتا ووتر. فالحمد لله ما جيت كان عندي ان مؤاخذه نسبه الملوحه عاليه، فطبعا لقيت البرسيم النمو بتاعه مش شغال. فاضطريت ان انا طبعا ابحث عن على دلتا ووتر ده، ولقيت ناس طبعا جربت
وتلاقيت عندهم بسم الله ما شاء الله في البرسيم الحجازي او في الغله او في الخضروات عامل المفعول في الارض. يعني انت رحت شفت الناس الاول مستخدمه الجهاز؟ رحت شفت الناس طبعا. وهو حضرتك اما جبت وزرعت بعد شهرين لقيت النمو مش شغال. قبل ما استخدم الجهاز. قبل ما استخدم الجهاز. وبعد ما جبت الجهاز حضرتك الحمد لله لقيت البرسيم النمو بتاعه شغال. وفي الصيف على 20 يوم الحمد لله بنحش الحشه بتاعتنا. مع الطماطم اخبارها ايه معاك؟ والطماطم بسم الله ما شاء الله زي ما حضرتك شايف يعني قبل كده نشوف الطماطم. الحمد لله الطماطم بسم الله ما شاء الله النمو بتاعها ماشي ومعامل مفعول معايا لمؤاخذه كانت بتظهر ملوحه على وش الارض. أيوة. حضرتك لو بصيت كده نسبه الملوحه دلوقتي قلت حتى او الارض بتشرب لمؤاخذه الميه. الارض بتشرب الميه من بعد الجهاز وبتشتغل فيها يعني. انا كده لو جينا بالكاميرا اهو احنا دي التربه بتاعتنا ودي الاوراق. مفيش مظاهر للملح على الارض. ودي مواسير الميه. طبعا المشهد ده كان بيبقى مختلف. العروش نفسها انا شايف ان هي محمله معاك في الطماطم. يا حضرتك زي ما انت شايف بسم الله ما شاء الله العرش النمو بتاعه ماشي ولون الورق نفسه بسم الله ما شاء الله مختلف. يعني ورق المفروض ان احنا في الوقت ده احنا بنشوف الورق مجهد. نسبه ملوحه 3500 الملوحه والبرد طبعا والجو اللي احنا فيه البرد والهواء فبيوجد. يمكن لما حضرتك زي ما انت شايف الله اكبر بسم الله ما شاء الله شايف ان المحصول بسبب استخدام المياه المعالجه استحمل الصقيع اللي مرينا بيه. الصقوع فتره الصقيع اللي عدى ديك والبروده والهواء والرياح اللي الطماطم عندك بيبقى شكله ايه ازاي؟ والله حضرتك احنا لسه ما جمعناش لسه حضرتك بالزهر يعني. دي الزهره بتاعتنا. الزهره لسه في اول بشاير بتاعتها. ربنا يوفقك. واحنا شايفين دي خطوط الميه. وجودك هنا في حد ذاته تحدي لان الارض هنا مختلفه. الارض ارض رمليه. انا حضرتك اول ما هياش سهله الارض الرمليه كنت بزرع في الارض السمراء بتاع الجيزه طبعا. فحبيت اجرب يعني. والارض طبعا نسبه الارض اتقلت وقلت اما توسع والرزق من عند ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق من عند ربنا. جميل قوي. يعني انا الحاج بيقول لي الارض الرمليه الارض السمراء بتاعه الجيزه فانا لقيت الدنيا هناك خلاص بقى زياده سكانيه والاراضي قلت جيت اسمع ليه هنا. البرسيم من المحاصيل المهمه جدا وعلى فكره حساس للملوحه. طبعا حساس. البرسيم او برسيم حجازي حساس طبعا للملوحة والجو طبعا. فاحنا الحمد لله يعني ربنا موفقنا الحمد لله زرعنا 6 فدادين الاول فالحمد لله ما ربنا كرمنا منهم والعملية مشيت شوية. زرعنا كمان 5 تاني وهنوسع بأمر الارض قدامنا واسعة. انا سعيد جدا يعني انت ما شاء الله لما بيحصل نجاح عندك ما بتستناش بتكمل. فيعني زرع الاول 6 فدادين. دي الارض دي محشوشة لسه محشوشة حشاشة بقى لها دي راس. دي اول محشوشة بقى لها دلوقتي 5 ايام من 5 ايام. اول راس بقى لها 5 ايام. الحمد لله الحمد لله. الفدان بيجيب دي انا حشيت دريس يعني بيجيب دريس من طن لطن و200 كيلو يعني. بالكاميرا احنا ماشيين انا فرحان ان النهارده موجود في المكان ده. بنتكلم على زراعه اعلاف في الصحراء بنتكلم على تنميه الثروه الحيوانيه كل ده عشان احنا بنستخدم العلم. لولا استخدام العلم وربنا سبحانه وتعالى وفقنا لكده ما كانش هيبقى عندنا انتاج في مكان زي ده. انت بتستخدم الاعلاف دي عندك مربي برضو ماشي؟ الحمد لله المهندس انا شغال معاه عنده مزرعه خيل عربي وعنده مزرعه جمال. فهو ومواشي يعني تسمين مواشي. عندنا في الجيزه يعني انت بتاخد الاعلاف من هنا توديها على الجيزه؟ طبعا. انا ماشي معاكم في الارض دي لسه محشوشه بقى لها 5 ايام. لكن البرسيم اللي ورانا ده لو بالكاميرا نجيبه دي تكمله الارض بقى. ده بقى له 10 ايام دلوقتي. 10 ايام برسيم قديم بقى له 6 شهور دلوقتي. يعني قديم حشيته حوالي عن 6-7 حشات يعني. ده واخد معاك 6-7 حشات. واخد معايا يعني من الحمد لله من 20 ل 25 يوم بنحش برسيم الحجازي. على 20-25 في الشتاء؟ لا على 30 يوم في الشتاء. في الشتاء؟ يمكن طول الصيف طول الصيف من 20 ل 25 في الشتاء من 30 ل 35 يوم. طيب لو حبينا كده ندخل تعالى انا عايزك توريني البرسيم وشكله الورقه ممتلئه. تعالى هنا كده تعالى كده عشان هاتمه. بقى له 10 ايام حضرتك ولما اقعد يعني بقى له 10 ايام. ايوه الكرسي بسم الله ما شاء الله يعني حاجه الله اكبر يعني. ده بقى له 10 ايام محشوش وبالكاميرا اهو احنا شايفين ما شاء الله. انا شايف ان الورقه يعني ممتلئه تحس ان فيها غنى باين على لونها باين على الملمس بتاعها. طبعا الفلاح المصري يقدر يميز ويقدر يقيمها بنفسه. شكل الارض نفسه اختلف
يعني الارض اللي عليها ملوحه وفيها ملوحه بتبقى مجهده. طب بتبقى مجهده طبعا وبتظهر نسبه لمؤاخذه اجريه كده، حاجه بيضه كده في الارض كده الحمد لله زي ما حضرتك شايف يعني. الله اكبر يعني، بسم الله التوفيق من عند ربنا يعني. اسمك ايه ومنين بالظبط؟ والله يا مع حضرتك سمير امام محمد امام من البراجيل مركز اوسيم محافظه الجيزه. احسن ناس. الله يبارك. انا بذكر اسمه ليه؟ فاسال مجرب، احنا بنقول احنا الناس دي نشوف على ارض الواقع النجاح اللي حصل ونرصده. المزرعه موجوده طريق مصر اسماعيليه الصحراوي كيلو 90. كيلو 90 بعد الكرتب 10 كيلو. اللي حابب يجي يشوف التجربه هتستضيفوه؟ والله انا تحت امرهم، في اي حد عايز يجي يشوف ويشوف على الطبيعه احنا تحت امره. دعوه يعني. دعوه من الحاج سمير، تعال شوف اللي عاوز يستفيد من العلم، اللي عاوز يتغلب على مشاكل موجوده عنده بنسبه ارتفاع الملوحه في المياه او التربه، التجربه خير دليل. النقطه الثانيه ممكن تكون نسبه الملوحه عندي في المياه معتدله، بس انا عاوز ازود الانتاج وعاوز اوصل لمحصول يكون فيه معدلات جوده انافس بيها واضاعف في محصولي واضاعف في دخلي، فانا ممكن برضو اجي اتعرف على التجربه دي واشوف ازاي اقدر استخدمها. انت المساحه هنا كانت 6 وبعدين زرعنا 5 بقينا 11 فدان. 11 فدان والطماطم 25 فدان الحمد لله. لا ما شاء الله. يعني 15 10 و15 لوحده. دول انت تمام مركب لهم كم جهاز؟ والله جهاز واحد الحمد لله. جهاز النتيجه واحد. النتيجه جايه من اول الارض لاخر الارض واحد؟ الحمد لله الحمد لله، توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. بتتكلم على 36 فدان. 36 فدان وان شاء الله يتملوا ال 50 بامر الله يا رب ان شاء الله. يعني احنا بنتكلم على جهاز واحد بيغطي 50 فدان، فانت كاي مزارع بيتكلم على مشروع لو حسبناها هنلاقي ان احنا لو قسمنا التكلفه بتاعه تركيب تقنيه زي دي على 50 فدان تبقى يعني شيء لا يذكر. بالتوفيق وانا بشكرك على الاستضافه النهارده. الكلمه الاخيره، انا ملاحظ ان انت الرشاشات عندك حتى ما عليهاش اي اثار ملح. حضرتك زي ما انت شايف الرشاشه ولا ملوحه ولا ملوحه ولا جيره ولا نسبه جير ولا اي حاجه يعني. حضرتك الرشاشه الله اكبر بقى له سنه شغال اهو، حتى ما حصلش فيه انسداد ولا حصلش فيه اي حاجه. حتى الرشاش اللي احنا بنشتكي دايما منه ونقول الملح سده ده بقى له سنه؟ بقى له سنه الرشاش ده، بقى له سنه والرشاش كله عامه يعني الحمد لله. فحتى التكلفه بتاعت انظمه الري داخل الارض الزراعيه احنا بنحافظ عليها، بنطول عمرها الافتراضي، فدي كلها عوامل من عوامل نجاح المشاريع الزراعيه، بقلل في التكاليف بزود في الربحيه. بشكر حضراتكم والى اللقاء.